بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هل يمكن للميت أن يعود للحياة مرة أخرى؟ الحقيقة لدينا أمثلة كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن أموات عادوا للحياة، لذلك من الممكن أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يهيئ دليلاً مادياً ملموساً لبعض الناس ليعودوا لكتاب الله، ليعودوا لكلامه عز وجل، ليؤمنوا به سبحانه وتعالى يمكن أن يمر إنسان بحالة من تسمى موت المؤقت يمكن أن تسميها غيبوبة أو موت مؤقت يعني تتوقف معظم أجهزة الجسد لفترة قد تستمر لسنوات ثم يعود وتعود له الحيوية والنشاط ويعود له الوعي هذه الحالة أيها الأحبة تسمى, تسمى أحياناً بالموت المؤقت هناك بعض الناس حسب الرابطه الدوليه لتجارب الاقتراب من الموت وهي رابطه يعني لديها الكثير من التجارب المدونه من قبل اصحابها. في الغرب يهتمون طبعا هذه المنظمه او الرابطه في امريكا. وهم يهتمون باي تجربه يعني انسان فقد الوعي لساعات او ايام او اشهر. انسان دخل في موت مؤقت وغالبا ما يموت يعني عندما الانسان يدخل فيما يسمى بالموت مؤقت غالبا ما ينتهي بالموت لا يستطيعون انقاذه ولكن في حالات قليله يعود للحياه فيروي ما شاهده معظم هؤلاء ايها الاحبه يقولون هناك نفق يعني يرون نفق في نهايته نور ويدخلون عبر هذا النفق هذه أول مرحلة من مراحل الموت المؤقت. وهناك حالات قليلة ولكنها موجودة ومدونة على موقع الرابطة الدولية الأمريكية لتجارب الاقتراب من الموت. هذه الحالات تزعم أنها شاهدت ملائكة العذاب وشاهدت جهنم وشاهدت وسائل العذاب المستخدمة في نار جهنم. وشاهدت عذاب القبر ثم عادت للحياه مره اخرى. فمثل هذه المشاهدات نحن لا نقول ان ما شاهدته هذه المراه او هذا الرجل هو الملائكه شخصيا يعني حقيقه لا هي صوره مصغره عن الملائكه، هي شيء يعني يجعل الله بعض الناس يرونه ليعودوا فيقصوا هذا ما رأوه على الناس فمن الناس من يهتدي من الناس من يقتنع بالفعل ان هناك عذاب قبر يعني انا اقول دائما للذين ينكرون عذاب القبر ماذا تستفيد اذا انكرت عذاب القبر يعني هل ستقوي ايمانك؟ لا هل ستتقرب الى الله اكثر؟ لا طيب ما هي الفائده؟ الفائده فقط أن من ينادي بهذا الكلام حب التميز يريد أن يتميز عن غيره من الباحثين أو المفكرين فيأتي بأشياء جديدة فقط ليحقق عدد كبير من المشاهدات ويتميز فقط أنا لم أجد أي سبب يدعو إنسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يستعيذ بالله من عذاب القبر طيب لماذا نكذب أحاديث النبي وأدعية النبي ونكذب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننكر عذاب القبر ومقابل ماذا لا شيء بينما المنطق العلمي يفرض علي ان اؤمن بعذاب القبر لماذا ايها الاحبه الدراسه التي قامت بها على ما اظن جامعه اوريغون الامريكيه تقول ان الايمان بالعذاب بعد الموت وبخاصة عذاب جهنم يعني من يوقن ان هناك عذاباً بعد الموت من نوع ما في جهنم او غير ذلك هؤلاء تنخفض لديهم نسبة الجريمة. تنخفض لديهم نسبة الجريمة بشكل كبير وبخاصة بين الشباب. وتنخفض لديهم نسبة المخدرات وغير ذلك، تعاطي المخدرات. عندما درسوا هذه الظاهره ماذا وجدوا؟ وجدوا ان دماغ الانسان ايها الاحبه دققوا معي عندما تخبره بان هناك عقوبه عاجله قريبه منك فانه يرجع عن الجريمه يتراجع عندما تقول له العقوبه بعيده جدا بعد سنوات طويله بعد كذا او تقول له يوم القيامه فانه يعني لا لا يتعظ تجده يغوص في عالم الجريمه اذا انت بما انك لا تدري متى تموت قد تموت اليوم قد تموت غدا اذا بعد الموت مباشره هناك عذاب ليس من الضروري ان يكون داخل قبر يعني قد يموت انسان في بطن حوت أو يموت إنسان في يغرق أو كذا بمجرد أن يموت الإنسان إذا لم يكن مؤمنا وصالحا يبدأ العذاب فهذا هذا الأمر يجعلك يعني تتراجع عن الخطأ بسرعة لماذا لأن لأنك لا تدري متى تموت في أي لحظة ومباشرة هناك عذاب فتتراجع هذا أولا ثانيا إن التفكير بالموت كما يقول العلماء مريح نفسيا، يعني أنا عندما أفكر بأنني سأموت مثلا خلال فترة بسيطة وستنتهي هذه الدنيا وأنني سأذهب إلى عالم أفضل بكثير أرتاح نفسيا والهموم تكون أقل. الشيء الثالث أيها الأحبة أن الدراسة العلمية أثبتت أن الإنسان عندما يقوم بعمل وهو يفكر أن هذا العمل سيكون آخر عمل في حياته وسيموت بعده فإنه يتقن هذا العمل بصورة كبيرة جدا لذلك النبي قال صلي صلاة مودع كأن هذه آخر صلاة لتتقن هذه الصلاة إذا أيها الأحبة لا داعي لإنكار عذاب القبر لن يحقق أي فائدة ثم ثم جدلا يعني لنفترض حسب مبدأ الاحتمالات أنا عندما أؤمن بعذاب القبر وأستعيذ بالله من شر عذاب القبر إذا صادفني عذاب القبر أكون قد أخذت احتياطاتي واستعذت بالله ولم أتفاجأ إذا لم يكن هناك عذاب قبر كما يقولون لا مشكلة بالنسبة لي لم أخسر شيئا يعني أخذت أجر الدعاء طيب الحالة الثانية إنسان لا يؤمن بعذاب القبر إذا لم يكن هناك عذاب قبر لا مشكلة، ولكن إذا كان هناك عذاب وتفاجأ به يعني ألا ي... تريد أن 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 يأخذ استعدادا أو يأخذ احتياطات أو مثلاً الإنسان يذهب ذاهب في سفر الإنسان عندما يذهب في في سفر ألا يحسب حساب الماء إذا كان يسير في صحراء مثلاً الطعام مصاعب الطريق أنت الآن في سفر إلى الله وجزء مهم من حياتك ستكون في عالم ما وراء البرزخ طيب ينبغي أن تتزود لهذا العالم على الأقل بالدعاء على الأقل أن تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر يعني على الأقل تستعيذ بالله من ذلك أيها الأحبة قبل أن نختم أحبتي في الله فقط أنا أود أن أقول هناك نماذج كثيرة عادت للحياة بعد الموت مثال في سورة البقرة قصة ذلك عندما سيدنا موسى أمرهم أن يذبحوا بقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون هذا نموذج إنسان مات ثم عاد طبعا بمعجزة ولكن النموذج موجود نموذج ثاني لا نريد أن نخوض في هذه القصص أن نقرأ الآيات فقط فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذه في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر حذر الموت قصة طويلة يعني. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال, قال أنا أحيي وأميت ف هناك ايضا في قصه الرجل الذي في سوره البقره عندما قال العزير ان يحيي الله هذه ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه اذا هذه ايضا حاله ل يعني احياء الناس سيدنا عيسى عليه السلام قال وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموت باذن الله اذا ايها الاحبه العوده من الموت الى الحياه نماذج كثيره موجوده في القران ليست غريبه يعني يعني ممكن انسان ان يموت ثم يعود باذن الله طبعا وبقدره الله وهذه النماذج التي ماتت ثم عادت فروت للناس ما شاهدته قد يهدي الله بهذه ما رأته هذه المرأة مثلا التي تحدثنا عنها سابقا قد يهدي الله إنسان قد يهديها هي أو غيرها من أهلها أو كذا إذا هناك آيات دائما أيها الأحبة موجودة في كل عصر آيات الله لا تنتهي سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم الملحد سيشاهد آيات كثيرة جدا في نفسه في الكون في العالم من حوله حتى يتبيّن لهم أنه الحق. كل إنسان على وجه الأرض لا بد أن تأتيه آيات ومعجزات وحقائق يراها حتى يتبيّن له أن هذا الدين هو الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يهدي بهذه الآيات من يشاء من عباده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.